بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أسعدنا بمحبتك وثبتنا بالعقيدة في وحدانيتك. اللهم اجعلنا ممن يرضونك بالليل والنهار وابعدهم عن سخطك يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا للأشقياء أهل البهتان. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شوف الخطاب المبشر، خطاب الصادق من لدن الصدوق سبحانه وتعالى. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي القافلة، وهذا طبيعة بشرية، يحبوا دائما لومون دريفور ولومون دريسك، بشري ما نجموش نلومو الراعي الأول في هذه الميول. وحتى آية قرآنية تقول وكفى الله المؤمن القتال. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، لكن خيار الله كان خير، لأنه النفع يجي من خلال القتال في سبيل الرحمن، الخير العميم. وهذا متصل بعنوان هذه سورة الأنفال. فما أنفال وقت اللي أنت تبذل المجهود قتالي، حيل الحرب، خداع للأعداء لتقضي على شوكتهم ولتدخل الحزن فيهم وتبيد أشرهم. نسأل الله أن يعيد لنا الأيام الخالدات، وإن شاء الله النصر يكون قريب إن أرضينا الحبيب سبحانه وتعالى واتبعنا سنة حبيبه الأول عليه الصلاة والسلام، وهو حبيبنا وهو قائدنا الأعظم. آمين يا سيدنا يا عظيم.